نموذج في العريش، مجموعة اتنين من الإرهابيين قتلوا أمين شرطة. طبعا التعامل مع الإرهابيين بيخلي الناس في حالة هلع وفزع، لكن سواق تاكسي ماشي مع زوجته ومع طفله لم يقف صامتا، وجري مسرعا للقبض على احد الارهابيين، وبالتالي نجح في القبض عليه. زميله الارهابي الثاني قتل المواطن ده البسيط اللي هو يعني ملوش علاقة خالص بهذه العملية الارهابية. هم بيستهدفوا امين شرطة، كان يمكن ان يقف مشهدا موقفا سلبيا، لكن قال لا انا مش حاسبهم يعني، ونجح في القاء القبض على احد الارهابيين بالفعل. السيدة أسماء محمد زوجة الشهيد أحمد محمد محمود. يا مدام أسماء، الباقية في حياتك ربنا يصبرك. لا الله يخليك ويا رب يرحمك برحمته الواسعة كده. أخويا إن شاء الله ده أخويا. ده أخوك؟ أخويا أنا أسماء محمد محمود أخته الكبيرة. قوليلي إيه الموقف اللي حصل لأخوكي؟ بص أنا بكلم حضرتك من نفس المكان اللي أخويا دمه كان موجود فيه. ربنا يا رب يرحمه برحمته الواسعة. أخويا عاش بطل ومات بطل، وده بعد أمر من الله وثانيا من التكريم من الشرطة المصرية. وانا عشان ده يا كده رب بكلم يشفيه. حضرتك للاحتفال، للاحتفاء بيه والاحتفال به يعني. ايه اللي وبعدين حصل ان شاء بالظبط؟ الله ممكن تقولي لي الموقف؟ احمد اخويا ما شاء الله عليه كان الاول راكب تاكسي عادي وكان ماشي، هو سواق كان معاه زوجته وثلاث اولاد في العربية، وكان نازل يجيب بس محمول تليفون من المحل. فبعد كده بيركن بس العربية لقى ارهابيين منسمين ثلاثة بيجروا ورا واحد الامين الشرطة، وراح وقع جنب عربية اخويا. قال ازاي ده دمه يبقى في الارض وانا ما اعملش حاجه؟ مراته فضلت تشد فيه واولادي يقولوا له يا بابا ما تنزلش. قال ازاي ده دمه يبقى تحت وانا هنا قاعد؟ راح والله الباب ما رضيش يتفتح، اخويا زق الباب بقوه وطلع وراح جري، فضل جاري 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 لحد من الشوارع وفي السوق. وبعد كده راح مسكه اداله طلقه في رجليه وراح ومش حاسس بيها، وراح جه احمد اخويا وقع بس على ركبته وراح قامله تاني نفش في كتفه. فجه واحد من ظهره قال له ما خلاص انا مسكتك، وجه واحد من ظهره راح اداله رصاصه حتى كتلها في اللحم، حتى صوتها ما طلعش. فراحت من كتر قوتها دخلت في بطنه في ظهره طلعت من بطنه وراح الدم كله غرق الارض، كل الدم غرق الارض. الله يرحمه. الله يرحمه. أحمد كم سنة يا مدام أسماء؟ أحمد عنده 33 وأنا أكبر منه بسنتين، عنده 33 الحمد لله. الحمد لله. وأحمد الحقيقة يعني ده نموذج، عشان كده يا جماعة يعني لا يمكن أبدا إن وقعة زي دي يعني تمر بهذا الشكل الصامت ولا يعلم عنها أحد. يعني وقعة في غاية الأهمية، بتبين انه هو ده المواطن المصري، ان المجتمع كله يواجه الارهاب وانه لم يقف موقفا سلبيا. صحيح الارهابيين باسلحتهم يعني بيثيرون الفزع والرعب في نفوس الناس في المنطقه، يعني كل واحد يبقى خايف على اولاده، لكن احمد قال زي ما قالت اخته، انا مش هينفع يبقى فيه واحد بيستشهد قدامي وحسيب دمه كده، وحاول إلقاء القبض على أحد الإرهابيين على واحد من التلاتة، ولكن للأسف الشديد قتلوه. مدام أسماء، قولي لي أحمد عنده أولاد قد إيه التلاتة؟ أحمد عنده تلاتة، عنده فهد 5 سنين ونص ويوسف 4 ونص ومحمد 9 شهور. طيب الناس اهتموا بيكوا؟ حد من المسؤولين كلمكوا؟ لا الصراحة لسه ما اعرفش الحكاية دي والله. بس هو الصراحة يا استاذ وائل الصراحة يعني كان بيحب يجي على ميعاد البرنامج بتاعك ويقول لها شغلي لي التلفزيون لمراته على استاذ على وائل كده جه ولا لا عشان نتفرج، عشان هو اللي بامر الله بيجيب الحقيقة. والله العظيم ما بكذب. ربنا يتغمده بواسع وحق رحمته وحق من دلوقتي هو في الحق واحنا في الباطل. اخويا طبعا، فعلا كان بيحب وهو برنامجك جدا في والله. مكان افضل وفي مقام احسن، وعليكم ان انتم تفخروا بيه.
يعني دي طبعا صورة أحمد والله. محمد تاني يا جماعة، أحمد محمد محمود نموذج لمواطن مصري لم يقف صامتا أمام مجموعة إرهابية قتلت أمين شرطة، كان ممكن ينجو بنفسه وخلاص ويمشي في حاله يعني، لكن لا، قال أنا مش هسكت مش هصمت، وبالتالي هنا ما أخذ الموقف البطولي، والبطولة هي التي تبقى، وعشان كده لازم نحتفل بيه ونحتفي به. وانا بقول ده ليه؟ لانه كمان هتلاقوا النماذج اللي عندنا في، يعني ربما اهم حدث بيشغل الناس دلوقتي المسلسلات، النماذج كلها هتلاقيها بلطجي، نماذج سيئة، لكن هل في حد بقى ممكن يفكر انه يعمل عملا دراميا عن هذه النماذج المبهرة؟ او حد اهتم بهذه الحالة البطولية تعبيرا عن مواطن مصري لم يقبل أبدا بأن الإرهاب يمشي قدامه كده وهو بس يبقى كل تفكيره هو أنه ينجو بنفسه؟ نموذج بطولي نحتفل به ونقتضي به ويقتضي به الجميع. بشكرك يا مدام أسماء، ألف شكر.